بيراضيني ما بيراضيني بيحاكيني ما بيحاكيني. توني قطعنا يعني مرتاح اكثر من مرة انا. خلص شو صرت فنان شو مرتاح؟ خلص يعني احنا ناطرين منك شيء جديد، شو خبرنا؟ انا جديد ضل منتبه بتضحك كل جمعة بنتبه وبلفلي بحالي وهيك ابدا انه فنان، بس لا هون اتس فور فان. انت بتعرف كذا مرة صرت قايل لك وهيك وقطشتك بس كنت عم بتمرن لانه هلا طالع مع مايا دغري اول واحد. عم نشوفك على المسرح على سيرة مايا من اول برايم لهلا، عم نشوف توني المرح توني المهضوم، يعني الشخصية اللي بحبها فيك الجمهور عم تحملها معك على المسرح. شي مرة رح نشوفك بغنية رومانسية درامية الجمهور يشوف تاني وجه من توني او لا؟ ليك ممكن كثير سؤالك كثير مهم. انا اللي بدي اقول لك عن جد مع البرودكشن اللي كثير كثير بحبهم انا بهالبرنامج، في على طول بقول في اسبري، في روح موجودة كثير حلوة. ولا مرة قلت لهم شو فيه، يعني التنين بياخدوا بريك، التلاتة بيبعتوا لنا الغنية، ولا مرة سألت أو قلت أو لو أو حطوا لي غير، يعني هن مثل ما هن ماشيين بعتقد عم بيمرقوا كل شيء، يعني بيمرقوا غنية سريعة بكرة بيمرقوا كمان غنية كن دراما مثل ما عم تقول، بيمرقوا غنية أجنبية كمان من كل شيء إذا كملت أكيد. إذا ما كملت بكون عطشت لي اليوم لا دراما ولا شيء. إن شاء الله بتكمل توني دايما. طيب هيك شي مره فكرت انه بعد هالبرنامج في حال طلعت هلا او بالبرايمات الاخيره يجيك شي عرض هيك فن بتقبل فيه؟ يمكن تمثيل، يمكن التمثيل هو وارد على طول، وبالنسبه للبرامج والاعلام وارده على طول، والله رد عم نحضر كثير اشياء. قلت لك هنا لا هو بتجي انا ضمن الانترتينمنت، يعني انا كل عمري اذا بتعرف وبتتذكر اشياء ترفيهيه، هلا مره اوقات غنيه صغيره عملتها على اللي صرت مبدئيا يعني اعرف غني بسمع مظبوط وبغني صح وعم بتمرن، يعني مش انه اخذ بحب الامور اخذها جديه ولو كانت هي للمرح. يعني بيحكيني ما بيحكيني بزعل منه وبراضي